السلام لهم دورهم الفعال في إنقاذ الأمة الإسلامية من الانحراف، فقد كانوا على امتداد تاريخ طويل، تاريخ الإسلام السياسي، مستهدفين للإصلاح وتطبيق أحكام الدين والإسلام وإقامة العدل. سلام الله عليهم أهل البيت. أهلا بكم أحبتي المتابعين في حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم برنامج شمس الفرات. زوجات الشهداء الذين كانوا في المعركة، إنهن عددا من الذين خرجوا مع الحسين عليه السلام، فقد اصطحبوا زوجاتهم معهم. فليس طبيعيا في المجتمع العربي والمسلم أن يخرج الرجل في سفر بعيد كالذي حصل مع الإمام الحسين من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء، ولم يكن ذلك السفر معلوما في توقيت العودة أو أصلها. تكفي الإشارة إلى موقف إنساني واحد لأم أو زوجة لنعرف صلابة الإيمان وكيف كان للقاعدة الأساس لاتخاذ الموقف وصياغة ردة الفعل إزاء مشاهد مريعة مثل استشهاد فتى صغير بعد استشهاد أبيه بلحظات، أو استشهاد شاب وقطع رأسه من قبل الأعداء ورميه بالقرب من أمه، أو لحظة معرفة الأم المرضع باستشهاد ابنها الرضيع. سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الغر المنتجبين، إن الانتصار الذي حققه الإمام الحسين عليه السلام انتصار المظلوم على الظالم، وانتصار الدم على السيف، وانتصار مشروع الأمة على مشروع السلطة. هذا ما سوف نبدأ به حلقة اليوم وبرنامج شمس الفرات. مرحبا بك سيدة منال فنجان، باحثة متخصصة بالشأن الإسلامي، ضيفة كريمة في حلقة اليوم. حياكم الله. الله، أهلا وسهلا بكم. السيدة يعني منال، حقيقة نتحدث عن ثورة الإمام الحسين، عمق وتاريخ متجدد بعطائه وتجاربه ومدارسه. يعني عسكريا كانت الغلبة للطرف الثاني ممن عارض الإمام الحسين، فكيف إذن يعني في الحسابات الواقعية كيف انتصر الإمام الحسين هذا الانتصار المتجدد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وتحية للمشاهدين، وعظم الله لكل المسلمين في العالم أجورهم باستشهاد أبي الأحرار، بل وعظم الله أجور كل الأحرار في العالم بغض النظر عن ديانتهم مسلمين أو غير مسلمين، فهو إمام الأحرار في كل زمان وفي كل مكان. سلام الله عليه. دليل انتصار الحسين هو الحلقة اليوم اللي بنسويها ويا حضرتك. لولا هذه الثورة لكان دين محمد طمس، وكان هناك دين آخر ليس هذا الدين الذي ندين به بالوقت الحالي، ولكانت لربما عادت الأمة إلى جاهليتها، أو لربما زينت الجاهلية بأحكام هي تريدها على هواها باسم دين جديد، مو دين محمد الذي أراده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دليل انتصار الحسين هو هذه الأمة التي تؤمن به وتتغنى بأمجاده وتبكي إلى هذه اللحظة بحرقة وحرارة عالية، باعتباره يعني إن للحسين لحرقة يشعر بها المؤمنون. يعني قد يكون هناك مجرد أن تذكرين الإمام الحسين يعني يخنق الإنسان الحر العبرة، على اعتبار بغض النظر عن البعد الزمني الطويل الذي يفصل بيننا وبين الإمام الحسين، ونحن نشاهد طبيعة النفس البشرية بما ألهم الله سبحانه وتعالى من الصبر والنسيان كنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نادرا ما نشعر بهذه الحرقة لأعز الناس إلينا حتى لو كانوا فارقونا عن عهد قريب، لكن الإمام الحسين 1400 سنة وأكثر وسيبقى إلى يوم القيامة. بمجرد أن تذكرين هذه الحادثة حتى الذين لا يعون من هو الإمام الحسين، حتى الطفل الذي لا يدرك أهمية هذه الثورة تجدين بأنه يعني تغزو الدموع عيونه ويبدي يبكي بحرقة. طيب سيدة منال، هذا هو دليل الانتصار.
بالضبط، وميداليل مثل ما ذكرتي أخرى لا تعد ولا تحصى لانتصار مشاهد الثورة الحسينية أو الحركة أو النهضة الإصلاحية الحسينية. دين محمد حصن بالحسين. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال حسين مني وأنا من حسين. امتداد الرسالة الإسلامية وديمومتها كان بدم الحسين. نعم. صلوات الله وسلامه عليه، على اعتبار بأنه يعني مهما شققنا من مفاهيم لهذا الحديث للنبي حسين مني وأنا من حسين، مهما شققنا من مفردات بمعانيها ومداليلها باحتساب الظروف والأمكنة والأيديولوجيات وتغير الأزمان وتغير الأمكان بالأماكن عفوا، بإمكاننا أن نشقق عن معاني كثيرة وتفسيرات كثيرة لهذا الحديث. لكن ضمن منظومة الحروب المعتادة عليها. نعم. في التهيئة والإعداد هي يعني خلينا نقول الزمام العسكرية أو المنفذ العسكري بالتعداد والجند. نعم. والعديد. نعم. من التحضيرات التي تهيئ لحرب عسكرية، على الرغم من التحضيرات والتهيئة والإعداد للطرف الآخر المعادي لقضية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه باءت لهم بالفشل وبالرسالة الإسلامية لدين محمد والعترة الطيبة بقيادة الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. بالنصر والثبات على مدى العصور. طبعا يعني هذا المفهوم التقليدي في حساب النصر من عدمه أو الهزيمة من عدمها بناء على العدة والعدد والتجهيز والمونة العسكرية. أحسنتم. هذه مفاهيم صراحة أصبحت تقليدية وتغيرت هذه المفاهيم كثيرا. نعم. يعني ودليل أنه إحنا شاهدنا في تاريخنا المعاصر والحالي جيوش كثيرة ولكن أرعبتها عمليات استشهادية فردية، عمليات استشهادية فردية أرعب الجيوش بالكامل يعني وهزتها. نعم طبعا، وهذا اللي شفناه مثلا في التحدي مع العدو الإسرائيلي، وجدنا بأن الاستشهاديين اللي هم أفراد أرعبوا الجيش الإسرائيلي وأرضخوهم إلى ماذا؟ إلى شروط هؤلاء المقاومين. نعم. باعتبار وهي عمليات نوعية فردية. نعم. ليست على مستوى جيش وعدد وعدة وهكذا حقيقة. يعني عد هذه المفردة. نعم. ست منال، يعني نقف عند ما مر به العراق أيضا في يعني دخول الإرهاب والتنظيمات المختلفة المسميات وما شهدناه من أحداث داعشية مجرمة. نعم. يعني حقيقة نستذكر من خلال، يعني إحنا ما نصل إلى ثورة الإمام الحسين بشيء، لكن هو نموذج للموالين والأحرار من أتباعه، فشاهدناها جليا في. نعم. استجابة يعني الشارع العراقي للفتوى الجهادية. نعم. وطريقة محاربة العدو يعني بما تملك النفس البشرية من قوة وإيمان بالولاء، وحقيقة يعني الولاء والثبات على رسالة الدين الإسلامي. نعم أحسنت بهذا المثال الذي كنت سأصل إليه. لذلك شوفي وجدنا بأن إذا لم يكن هناك مطروح مسألة الاستشهاديين في ذلك الزمن، لكن في زمننا المعاصر أو ربما أسبق بقليل بدأت تخرج هذه المسميات الاستشهاديين وما تحمل تلك العمليات النوعية من أثر نوعي تؤثر في الجيش الآخر جيش العدو، فنستطيع أن نسمي بأن ركب الإمام الحسين هو ركب الاستشهاديين بامتياز، لأنهم كانوا يقاتلون وهم موقنين تماما من الموت تماما، يعني ليس هناك من سبيل للنجاة. السبيل الوحيد للنجاة هي عندما قالوا من هذا الليل اتخذوه جملة، اللي يريد يطلع خلي يطلع، القوم يريدوني اللي يريد يطلع خلي يطلع، هذا السبيل الوحيد كان للنجاة. من بقي مع الحسين إذا كان مصر على ماذا؟ على الشهادة، على الشهادة. فإذا هو موكب الاستشهاديين، هذا هو ما حصل في العراق في مواجهة داعش والمجاميع الإرهابية المجرمة البربرية التي لا تختلف من حيث المنهج ولا من حيث العقيدة ولا من حيث الفكر. من خذلوا الإمام الحسين سلام الله عن هؤلاء. نعم. أولئك الذين في التاريخ واجهوا الإمام الحسين هم ذاتهم ذولا أحفادهم اللي واجهوا العراقيين في مسميات إرهابية عديدة، داعش، القاعدة، جيش النصرة وهكذا. نعم. هذه المسميات
لذلك تجدين بأن هنا نقول، من هنا نقول هذا هو مصداق الانتصار. عندما تصدى العراقيون لداعش، والتي كانت صرحت الولايات المتحدة الأمريكية بأن مواجهة داعش تحتاج إلى 30 سنة على أقل تقدير، على لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما. نعم بالضبط، قال 30 عاما على أقل تقدير. ثم بعد ذلك بدأت المساواة من الدول الكبرى في أنها تعطي سلاح ما تعطي سلاح، بدأوا يبتزون الجانب العراقي على اعتبار بأن الجانب العراقي لا يملك هذا، لا العدة ولا العدد ولا العدد ولا العسكر ولا المقومات ولا السلاح الرئيسية. نعم. لمواجهة داعش هو المدعوم هذا دولياً. ما بث في نعم. مدعوم دوليا، يعني داعش ليس عبارة عن أفراد، هو تنظيم مدعوم دوليا، دول ومخابرات وأسلحة وأموال ودعم إعلامي ولوجستي وكثير من هذه الأمور. نعم. بدأت هذه الدول تبتز الجانب العراقي في المواجهة. ما الذي ألهم هؤلاء الشباب على أن يكونوا مشاريع استشهاد؟ نعم. بالرغم من أنه الكثير منهم من هؤلاء الاستشهادين أما صغار في العمر، متأكد، لا يملكون التجربة، لم يستخدموا السلاح في يوم من الأيام، لم يدخلوا معركة في يوم من الأيام. من الأكاديميين والأساتذة والمعلمين والمحامين والأطباء والمهندسين وعددي ما شئتي. نعم. من رجال الدين، من رجال الحوزة، من المعممين، من شيوخ عشائر، هؤلاء 3/4 لم يكونوا يمتهنون السلاح، مو شغلهم هذا. نعم. ما الذي ألهم هذا الشباب هذه الجذوة؟ جذوة الحرية. هو الإمام الحسين سلام الله عليه، هو القدوة في العمل الاستشهادي، يعني هو محل إلهام طبعا. وهذه النخبة المتسارعة للشهادة هم يعني مستلهمين من الإمام العبار والدروس ومحط إلهام في هذه النفس الحرة. نعم. التي سارعت إلى الاستشهاد. لذلك لماذا أنه بقاء الإمام الحسين في قلوب الأحرار، كل الأحرار على فكرة، بغض النظر حتى يعني هناك أحرار في العالم هم غير مسلمين لكن يؤثر فيهم الإمام الحسين. نعم. وكثير من الكتابات والكتاب المسيحيين والمستشرقين وكذلك من الهندوس ذكروا الإمام الحسين باعتباره قصة عالمية تؤثر في الوجدان الإنساني. هذه قصة لا يمكن للتاريخ أن يتجاهلها، لا يمكن أن يكون التاريخ يمر عليها مرور الكبار، هذا درس للجميع. لذلك تجدين بأن ديمومة انتصار الثورة الحسينية تجسد في من؟ في الأجيال التي لحقت به وآمنت بالحسين كإمام وكمنهج وكفكر وكعقيدة. لذلك تلاحظين بأن من واجهوا داعش هم ذهبوا مع كل هذه الذي ذكرناه من قلة الخبرة وعدم ممارستهم في مواجهة عدو مستفحل بربري وحشي يمثل يقتل بأبشع الصور، نفس الصورة التي مثلوا بها بالإمام الحسين وبكل أصحابه، قطع الرؤوس، تشويه، سبي نساء، حرق خيام، قتل أطفال، نفس المشهد مارسه داعش لا يختلف على الإطلاق. ذهبوا هؤلاء الشباب باعتبارهم مشاريع استشهاد، ذهبوا وهم بماذا؟ لا يتوقعون لا الغنيمة، نعم، لغير طامعين في غنيمة، هذا واحد، ولا يتوقعون حتى النصر، بل ذهبوا وهم مقبلين ومستعدين للشهادة. والموت حق في نعم. كل الأحوال، فكيف موت الشهادة أحسنت ومع سيدي يعني حبيب الرسول وسيد شهداء أهل الجنة والألقاب كثيرة للإمام الحسين. فلذلك نقول بأن صراحة ثورة الإمام الحسين هي ثورة الدين الإسلامي. وعندما خرج الإمام الحسين، البعض يقول لماذا خرج الإمام الحسين بأطفال ونساء التساؤل لطالما يعني لماذا خرج بأطفال ونساء وهو يعيب، لأنه خط الموت على جيد بني آدم كخط القلادة على عنق الفتاة، هكذا جيد الفتاة. يقول يا أبا أو كنا، يقول على الحق، قال نعم، قال نحن على حق، الأكبر على الأكبر يسأل الإمام نحن على حق، قال نعم إي والله على حق، قال إذن لا يهمنا إن ذهبنا على الموت أو قدم الموت إلينا. نعم. إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا مو مهم بالنسبة لنا، الطريق واضح و فلذلك البعض يقول بأنه إذا كان الإمام يوقن بأنه شهادته هناك فإذن لماذا خرج وخرج بمعية أطفال ونساء؟ هذه الدرس الكبير العظيم الذي أراد الإمام الحسين أن يتركه في الأجيال سلام الله عليه، بأن هذه الثورة هي فرض عين على كل المجتمع. المجتمع مو فيه رجال فقط، فيه نساء،
فيه أطفال، فيه شباب، فيه عجائز شياب، الكل شارك في هذه الثورة. إذن هي ثورة اجتماعية بكل وجوداتها ومكوناتها، انطلقت ماذا؟ لإحياء الدين. ليش؟ لسعادة البشرية. الله سبحانه وتعالى غني عن الدين. يعني مثلا سأل واحد يقول الله محتاجنا حتى نصوم له ونصلي له ونصير مسلمين، الله يقول أنا غني عن العالمين، الله غني. إذن لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الدين؟ ليش دزن؟ لسعادتنا إحنا. ليش؟ لأن في الدين أحكام، أحكام تتعلق بالآخرة، سعادتنا الأخروية وما يكون فيها، وكذلك سعادتنا في الدنيا. هسه البعض يقول إنه أنا ما أؤمن بوجود الآخرة، سعادتك في الدنيا. الأحكام، أحكام المعاملات التي وردت في هذا الدين إنما هي لسعادتك. بر الوالدين لسعادتك، صلة الأرحام لسعادتك. تخيل إن البشر بلا صلة أرحام، بلا أقارب، بلا أصدقاء، بلا أصحاب، بلا أسرة، تخيلي ما هي النفس. انهيار بالمنظومة المجتمعية، انهيار كامل، انهيار بالنفس البشرية على مستوى الذات الفردية. انهيار بالنفس البشرية، بالتالي مردوداتها على وتجدين أنه مثلا في الجعوب المتقدمة الأوروبية وغيرها لديهم الأمراض النفسية، ليس هناك من صغير أو كبير إلا ويراجع الطبيب النفسي. الله سبحانه وتعالى ليس هناك من حكم معاملاته إلا وفي سعادة البشرية. الله سبحانه وتعالى، نحن وجاد الله الذي خلقنا، الله خلقنا يقول أنا أعلم مكامن السعادة في نفوسكم وين يكمن. أنا أعلمها، لا، في التواصل، في التراحم. يعني سيدة منال، حقيقة الحديث متعمق يعني في هذا الشأن، إلى وقفة قصيرة. ولنا عودة أكيد. أحبتي المشاهدين تابعين، وهو ترحيب متجدد بضيفتي الكريمة. بالحقيقة كنا نتحدث عن مشاركة أو الأدوار المجتمعية في المجتمع وما له من تأثيرات وأبعاد في التنشئة الاجتماعية، في الترابط وغيرها. اليوم أدوار النساء وما للمرأة من دور مهم، سواء على مستوى واقعة الطاف، سواء على مستوى ما نمر به اليوم. في مجتمعاتنا الحديثة سيدة منى. دعيني فقط أكمل العبارة حتى يصير تسلسل لدى المشاهد. لك هذا. نحن قلنا بأن الإمام الحسين ظهر بكل المكونات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي لإحياء دين الله على اعتباره فرض على الجميع. هنا ننطلق نعود مرة ثانية إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسين مني وأنا من حسين. وأنا من حسين، لاحظي، ليس هناك مفردة صراحة في القضية الحسينية، ليس هناك مفردة على مستوى الفكر والعقيدة والأحكام، عبادات، معاملات، ليس هناك مفردة جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى مدى 23 عاماً يدعو فيها الناس إلى الإسلام، إلا وتجسدت بثورة الحسين بهذه الأيام القلائل. لاحظي إنه حسين مني وأنا من حسين، خرج الإمام الحسين بالنساء، بالأطفال، بالشباب، بالأطفال، بالشباب، بالشياب، ذات الموقف هو متكرر عنده عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء، بالأطفال، بعلي الشباب وبه في يوم المباهلة. خرج النبي نساء، قلت تعالوا ندعو نساءنا ونساءكم، أطفالنا وأطفالكم، أولادنا وأولادكم، وأنفسنا وأنفسكم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النسيج باعتباره ماذا؟ يمثل كل الرسالة، يمثل كل الدين، يمثل كل الإسلام. خرج الإمام الحسين بكل هؤلاء. تشوفين ديمومة الحركة؟ ديمومة حركة النبي تجسدت في ديمومة حركة الإمام الحسين. هذا جانب مهم، ولها جانب آخر إذا تسمحي لي يعني ست منال. يعني الجانب المضيء الآخر أنه الإمام أكمل رسالة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا ثورة أو نهضة الإمام الحسين الإصلاحية لانتهى الدين الإسلامي بانتهاء الثورة. لولا القيادة الرصينة للعقيلة الهاشمية في إدارتها وفي أخذها زمام الأمور من الناحية الإعلامية والأدوار المجتمعية المنوطة بها كامرأة رسالية. هذا الكلام جد صحيح، ونحن لا ننسى بأن الرجال، كل الرجال قتلوا في واقعة كربلاء يوم العاشر من محرم، قتلوا فيما عدا زين العابدين الإمام الذي هو حفظه الله سبحانه وتعالى، جعل هناك سبب بأنه مريض، وذلك ليحفظ نفس الإمامة. الله سبحانه وتعالى لا ديمومتها. لا يترك الأرض دون حجة، لا بد أن يكون هناك حجة. وكما قال النبي إن
الأئمة من بعدي الأمة 14 إماما كلهم من قريش، هذا النبي حديث نبوي وهذا مذكور في البخاري، 14 كلهم من قريش. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام حسن والحسين وذرية الإمام الحسين صاروا 14 سلام الله عليهم، هذا موجود حتى في البخاري في كتب أهل السنة موجود، متفق هذا. عليه متفق عليه نعم. فلذلك لابد أن يكون هناك حجة، لم يبقى إلا الإمام زين العابدين عليه السلام من نسل النبوة، وما عداها كان الأطفال والنساء فقط. دور السيدة زينب عليها السلام كان صراحة قد يكون الذي استشهد ارتاح من الهم ومن المواجهة، لكن الذي بقي بعد الاستشهاد هو كان الأعظم في تحمل البلاء. أولا أنه السيدة زينب فقدت كل أهل بيتها، هي فقدت أخوانها، فقدت إمامها، الإمام الحسين مو فقط أخوها، إمامها، نعم، إخوانها كلهم سواء كانوا من فاطمة عليه السلام أو من أم البنين، فقدت أبنائها، فقدت أولاد أخوها. لذلك تجدين بأن المعادلة صعبة على امرأة أن تفقد الجميع في معركة واحدة في ساعات قليلة. هذا واحد. ثم بعد ذلك تسبى، عملية السبي ليست عملية سهلة على الإطلاق، يعني سمرات البعض يتحدث عنها تاريخيا، سبي موكب النساء، سبي يمر عليها مرور الكرام. السبي جريمة جدا فظيعة وشنيعة وقبيحة في قلب المسبى، فكيف الحال بالإنسان العادي؟ فكيف الحال ببيت النبوة أن يسبى؟ فكيف الحال بحفيدة محمد أن تسبى؟ عفوا، على يد من؟ على يدي من يدعون بأنهم مسلمين. بالضبط، هذه إشارة مهمة. من هذه الإشارة أيضا نتحدث عن مسألة مهمة، أنه هم يعني فقط هذا الموضوع اليوم أكو مفردات قد تكون أخذت الحداثة، نعم، في يومنا هذا، لكن هي مثبتة وموثقة في تاريخ ثورة الإمام الحسين وحركة تمكين المرأة، تمكين النساء، وحقيقة ما ذكرتيه الآن يعني مجزرة، انتهاك لحقوق الإنسان، معايير دولية تراعي يعني خلينا نقول النوع الاجتماعي والأدوار المجتمعية، يعني مفردات حقيقة مستجدة ومحدثة، لكن هي مثبتة بتأريخ العقيلة زينب، أول من ظهرت بالدستور الإسلامي بهذه المواجهة والقدرة على إدارة الأزمات. نعم، طبعا على فكرة أنه هناك في منظورنا المعاصر وضمن علم المصطلحات الجديد خاصة في عالم السياسة والقانون، طيب، ظهرت مصطلحات جديدة وبدأ بالأمم المتحدة بأدبياتها بمواثيقها، منها مثلا مواثيق حقوق الإنسان، إعلان عالمي لحقوق الإنسان 1948، نعم، العهد القريب يعني، نعم، ذاك اليوم يعني احنا نسميه، دور المرأة، مشاركتها في النزاعات المسلحة، قرار مجلس الأمم المتحدة في صنع السلام، في صنع السلام، بناء السلام، حفظ السلام، حفظ المرأة، المعاملة المميزة للمرأة سواء كانت في سيدا ومنهاج بيجين وغيرها، حقيقة يعني لذلك هذه المفردات التي ظهرت حديثا هي كلها موجودة في الواقع الإسلامي. هسه البعض يقول لعد ليش المسلمين ضيعوها؟ ضيعوها المسلمين عندما لم يكترثوا كثيرا للدين الإسلامي. صح أن لا ننكر بأن هناك هجمات وعملية تضليل غزو ثقافات، يعني خاصة في هذه الفترة فترة غريبة، غزو للثقافات خاصة فيما يتعلق مثلا بالمثلية. يعني خلي نتحدث يعني دقائق قليلة جدا عن المعالجات، نعم، لهذه التحديات. شوفي، هذه التحديات اللي إحنا عايشيها صراحة، مو داعش كان أكبر تحدي؟ نعم، مو؟ الولايات المتحدة الأمريكية قالت سنواجه داعش على الأقل يحتاج إلى 30 سنة، 30 سنة من الإمدادات العسكرية قيسي عليها من إنهاك للاقتصاد العراقي ومنطقة الشرق الأوسط بعمومها، نعم، من سلاح وغيره. من واجه طبعا والاتحاد الأوروبي وغيره من هذه البلدان التي هي تعتبر نفسها متقدمة أيدوا ما قالته الولايات المتحدة الأمريكية ورسموا سيناريو لإنهاك هذه الدولة العراقية، طيب، واستنزافها بشكل مباشر وصريح. من واجه هذا التحدي الكبير؟ التحدي الكبير وأن هناك داعش واحتلت 6 محافظات وقاتلت
قتل وذبح بشكل بشع، وكثير من عندنا حتى الأبطال بينا فكر أنه يهاجر. نعم. صحيح؟ بالفعل. الدولة ستسلم، الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تسلم العراق لداعش وتسلم أفغانستان لطالبان مرة أخرى بعد 20 عاما من الاستنزاف، صح؟ نعم. من واجه داعش؟ الشباب. من هم هؤلاء الشباب؟ خريجوا المجالس الحسينية. خريجوا المجالس الحسينية. نعم. هؤلاء الشباب الذين تعبؤوا تعبئة حسينية وتعبؤوا على حب الأحرار ومواجهة الظلم، هم الذين واجهوا داعش. نعم. مواجهة عمليات الغزو الثقافي وغيرها من عمليات الهجمات الفكرية كانت أو الثقافية تخرج من المجالس الحسينية. وعندما نعود للثقافة المحمدية الأصيلة، على فكرة أنا أشاهد بالوقت الحالي، عفواً، هناك عقدة نقص لدى بعض الشباب، بعض الشابات، بعض المسلمين، عقدة نقص أن يتحدث بدين الإسلامي. الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولة اللي هي ذاك اليوم حديثة العهد، رئيس الجمهورية عندهم ما يمكن أن يكون يسلم رئاسة الجمهورية إلا بمراسيم دينية، دولارهم يعني برسم لي حقيقة الحديث يعني له يعني منافذ كبيرة جدا، لكن يعني لسوء الحظ تقسيم وقت البرنامج بهذه الطريقة. فبهذه الكلمات أشكر إضاءاتك المفيدة حبيبتي في البرنامج، شكرا للمعلومات القيمة لك في هذا المكان، وأتمنى أن يكون اللقاء متجدد في حلقات قادمة. أحبتي المتابعين، مع حلقات قادمة وشمس فراتية في رعاية الله وحفظه، تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم في رعاية الله وحفظه.